يقوم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مرحبا بكم يا أطفال، وش راكم؟ وعجبكم الحال اللي راكم هنا؟ إذن أنتم يا أطفال اللي كلمناكم لما سجلتوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com في كل فترة نتكلموا على أيام عالمية معروفة. شكون اللي يعرف وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ اليوم العالمي للبيئة، اليوم العالمي للبيئة هو يوم 5 جوان يا أطفال. يا أخي على بالكم لازم نحمي البيئة نتاعنا، تعرفوا كيفاش نحمي بيئتنا؟ واش ما لازمش نديرو؟ ما لازمش رمي الأوساخ؟ أرواح تعالى تعالى، واسمك؟ أيمن. واش لازم نديرو؟ ننظفوها ولا نرمو الأوساخ عليها. بالضبط، برافو برافو. إذا البيئة برافو 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 برافو. إذن لازم البيئة تاعنا تكون نظيفة، وعمو يزيد دلكم مفاجأة في هذا المجال، من بعد نغنوا أغنية مع بعض نحمي بيئتنا. لغز اليوم يقول: الملعب من زجاج، اللاعبين 12، والحكام 3. واش هو هذا الشيء هذا؟ من هي؟ إذن الملعب من زجاج، اللاعبين 12، والحكام 3. على بالي بلي شاطرين، فكروا الى غاية نهاية الحصة، انتوما واصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز باش يربحوا هدية قيمة بهذه الطريقة. انت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع ايجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه ايجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه. مبروك عليك الهديه. اذا لازم تصبروا حتى لغايه نهايه الحصه باش تجاوبوا على اللغز اللي هو كما قلت لكم مقبله: الملعب من زجاج، اللاعبين 12، والحكام 3. بما اننا في شهر الرحمه والغفران، شهر رمضان يا اطفال، نتمنوا لكاع الامه الاسلاميه رمضان مبارك. وفي كل حصه عندنا فقرات خاصه. كنا تعرفنا، بدينا بالتعرف على بعض الصحابه في الحصه الماضيه، تعرفنا على شخصيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اليوم راح نتعرفوا على شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن تفضلي مع إيناس. تصفيقة تصفيقة على إيناس. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنه صحابي الجليل عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، الملقب بالفاروق وأمين المؤمنين، والمكنى بأبي حفص، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أكبر الأشهر الشخصيات الإسلامية التي عرفها التاريخ الإسلامي، كما أنه من أكثر الشخصيات تأثيرا، هو أحد 10 المبشرين بالجنة. أسلم الفاروق وهو في 26 من شهر ذي الحجة في سنة 6 للبعثة. كان له العديد من المواقف الجريئة والشجاعة التي زادت من الإسلام عزا، وكما أنه كلف بالقضاء في عهد أبي بكر الصديق، تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جمادة الثانية سنة 13 هجري، حيث كان في مرض أبي بكر الصديق في 6 الذين ترشحوا للخلافة الراشدة. بايعه المسلمون على الخلافة حيث أنه كان أجدر بها بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. اشتهر بكثرة عدله وإنصافه بين الناس مع المسلمين وغير المسلمين،
المسلمين، وكان عصره من أزهى العصور التي مرت بها الدولة الإسلامية لسعة عدله وجل تواضعه وهيبته أمام الناس وكثرة زهده. وكان يتفقد رعيته ليلا نهارا ويبحث عن الجائع والمحتاج. فتحت في عهده مصر والشام وبلاد الفاس وليبيا، ودخل القدس وهو أول من وضعها تحت حكم الإسلام. توفي عمر في سنة 63 سنة 23 هجري، دفن بجانب أبي بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمك الله يا عمر. شكرا 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 شكرا. تصفيقة 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 تصفيقة. شكرا يا أطفال. بما أننا في شهر التوبة والغفران، شهر رمضان المعظم، وش رأيكم نروح مع محمد نسمع لآيات بينات من الذكر الحكيم؟ إذن آيات بينات من القرآن الكريم. أتفضل محمد، تفضل. تصفيق على محمد. السلام عليكم يا أطفال. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها فلا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. برافو برافو برافو. شكرا شكرا محمد. شكرا شكرا. إذن صدق الله العظيم. إذن رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية. يا أطفال، مقبلة تكلمنا عن البيئة. البيئة، عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها نحمي بيئتنا فيها سلامتنا. يلا تغنوا كامل معي. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا حمل التشجيع ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. نقوم حمل التشجيع نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. نمحي ظلامها بألوان حتى تبهى وتصفى. نمحي
الألوان حتى تبهى وتصفى. نحمي بيئتنا، بيئتنا فيها سلامتنا، سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة، بيئتنا تعاني كتير، بيئتنا حمايتها لينا سطرا، نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة، نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة، نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة. فيها سلامتنا، سلامة كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا، بيئتنا فيها سلامتنا، سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. قم حمل التشجير ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة، قم حمل التشجير نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة، يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة، يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. برافو 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 يا أطفال، برافو برافو. إذن برافو برافو، ما أنا نحبكم كامل يا أطفال. شكو سجلتوا كامل؟ كامل سجلتوا باش تحضروا الحصة؟ برافو برافو، مرحبا بكم. واش رأيكم نروحوا دركا نعيطوا العمو نسيم في ألعاب الخفة اللي جانا من مدينة شرشال؟ تصفيق العمو نسيم، تفضل تفضل عمو نسيم، تفضل عمو نسيم تفضل. السلام عليكم يا أطفال، راكم لاباس؟ تحبوا الألعاب الخفة؟ ندير لكم واحد اللعبة في حد هي درس، هذا الدرس تعرفوه وقريتوه في التربية الإسلامية ولا تفكروه، حنا عند الأكل واش نقولوا؟ علاش؟ نقولوا بسم الله باش الأكل يحفظنا، وثانيا الحاجة المهمة كي يقولوا بسم الله الله عز وجل ينزل البركة في الأكل، كان يأكل يأكل ويقول لك ما شبعتش ما كفاناش، لا خاطرش ما يقولش بسم الله. ندير لكم مثال، هنا هنا واش عندنا؟ واش نوهب؟ كأس. واش راكم تشوفوا هنا؟ عندنا كأس صغير جدا، كأس كبير على الصغير، عندنا كأس متوسط وكأس كبير. وشنو هذا؟ قاع تحبوه؟ تحبوا الحليب؟ مليح للصحة. شوفوا مليح يا أطفال، نعمروا هذا الكأس الصغير بالحليب. نطرح لكم سؤال، هذا الكأس الصغير نقدروا نعمروا به الكيسان؟ يكفي لما يكفيش؟ هذا الصغير يكفيش نعمروا هذا؟ ما يكفيش، ولكن كما قلت لكم في البداية كي نقولوا بسم الله تكون كاينة البركة. تبعوني معايا، هيا قولوا معايا باسمي، تبعوا هذا الصغير، شوفوا واش راح يعمر لنا هذا الكأس. زيدوا، تبعوا مليح، هاكم تشوفوا. والأخير نسينا نعمروا بها الكبير ولا يعمروا لنا؟ ولا لا لا لا.
ولكن ما تنساوش حاجه، كي نكملوا الاكل واش نقولوا؟ لو كان ما نقولوش، لو كان ما نقولوش الحمد لله، تعرفوا شنو حيصرى لنا؟ هذا الكاس الكبير اللي كانت فيه البركه راح يعاود يروح يخلص لنا كل شيء يعاود يولي سهل. برافو 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 عمو نسيم، برافو 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 يا اطفال. اذا القناعه كنز لا يفنى، والبركه الانسان لازم دائما يقول بسم الله ويقول الحمد لله ويشكر الله دائما على النعم يا اخي، لانه الانسان بالك تكون عنده نعمه الناس واحد اخرين ما عندهمش، اذا لازم دائما الحمد لله. تحبوا الحكايات؟ حبوا. اذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه جميله، يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية اللص العنيد. واحد اليوم كان واحد اللص حب يسرق واحد الدار، تسلق مع الحائط هذا، كي يطلع في الحيط هكذا من بعد واحد الكلب هكذا قاعد ينبح عليه، ساب واحد الكلب عاود خاف خاف هو، أرمى روحه من هذاك الحيط وتكسر من كل بلاص. عاود من بعد لما ارتاح وراحوا له هذوك الكسور وكامل، عاود رجع لهذيك الدار قعد هكذا يسمع، ما كانش الحس. قال مليح الكلب ماهوش هنا، شو راح يطلع؟ عاود ساب الكلب هذاك، عاود طاح ثاني. ومن بعد عاود راح نهار الموالي راح تخبى له من الحيط الاخر، قال رايح ما يشوفنيش، غير طلع الكلب راح يجي لعنده. ومن بعد قال انا هذا الكلب هذا لازم نتهنى منه، هذا الكلب هذا واش يدير؟ راح حكم اللحم هكذا ودار فيه ابره لداخل، ابره ورماها لهذاك الكلب، قال الكلب هذاك باش كي ياكل الابره هذيك راح تحصل له هنايا ويموت. شوفوا اللص هذا كيفاش شرير. لحسن الحظ مول الدار هذيك كان يشوف فيه، كي جا يرمي هذاك اللحم هذاك بالليبره هذيك، غير ما راح يجري مول الدار هكذا صابها، صاب الليبره فهم رفدها، راح خباه الكلب، خباه ربطو ورجع هذيك الليبره في هذيك البلاصه بهذيك تاع اللحم، خلاها تما. ومن بعد غدوه من ذاك اللص جا قاعد يمشي هكذا ويسمع، يسمع ما سمعش كاع الحس تاع الكلب هذاك، قال سير الكلب هذا مات بهذيك الليبره هذيك اللي عطيتها له. واش يدير؟ يتسلق هذاك الحيط، ولما قفز هكذا طاح، طاح على الابره هذيك، دخلت له كامل في رجله، وقعد في الارض يعيط. ما جا عنده مول الدار، قال له شفت يا واحد الشرير، بعد عيط للشرطه جاوا الدواء. اذا عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه لا يجب ايذاء الاخرين، وانه جزاء الشر هو الشر. بالضبط بالضبط بوبي، برافو 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 بوبي. اذا ما لازمش ناذيو الناس، والانسان الشرير راح ما يلقى الا الشر، لازم الانسان ما يكونش شرير يا اخي يا اطفال. برافو. يلا اذا يا اطفال، بما اننا في شهر رمضان رايحين نكتشفوا نروسات اليوم مع ايناس وياسمين، اذا تصفيق عليهم، مرحبا بهم. خير. مساء الخير، واش راكم لاباس؟ صباح الخير. واش درتوا لنا اليوم؟ بمناسبة رمضان الكريم اخترت ندير لكم تحلية شهر رمضان، وهي عبارة عن بوني وشوكولا. داكور، يلا نكتشفوا. مقادير نسحقوا البيض، شوكولا 300 غرام شوكولا اللي ذوبتها مع 100 غرام بيغ، وي 100 غرام تاع الزبدة، وي نسحقوا 130 غرام تاع سكر، هذوما لي فيرميسالون كولوغي دي بو لا ديكوراسيون، والمايزينا وي نو لا فارين هنايا، وهذايا لا جيلي باش نسقوا لي المايزينا ما كاش. نو ماشي المايزينا، لا فارين. لا فارين، وي شحال لا فارين؟ لا فارين تسحقوا 90 غرام. 90، وهذه هي لا جيلي باش نسقوا بها هذه. داكور، وي نبداو نفرغوا الشوكولا تاعنا. هاكا اسمك نفرغوا معها السكر، الشوكولا من بعد السكر، وي نخلطوهم بلا الفوم تاعنا.
بعدها نرمي حبابيض. كاملة يعني بالجنب البلو. ياسمين راكي مساعدة اليوم. كيولي متجانس؟ وي نزيدو له لافارين. لافارين. دوك نخلطو على الحليب حتى يولي متجانس ثاني. ونفرغ 70 غرام تاع حليب راني. 70 غرام تاع حليب. 70 ونخلطو كلش. تحصل على خليط بهالطريقه. من الاخر نفرغوهم في دي غامكان يكونوا ديجا درنا لاباط لاباط سابلي لداخل ونفرغوهم لداخل. اوكي نعمروهم ب ب هذا الخليط هذا. في الاخر نحطوها في الفوق بلاصه الفوق تاعنا. نحطوها في الفوق في البلاطو. تاع الفلوس بلاطو تاع الفرتانا 180 درجة نحطوها 18 حتى 20 دقيقة. اوكي 180 درجة 18 حتى 20 دقيقة. 20 دقيقة حاضرين وسيم بالفور. صح. فوالا. إذا 18 إلى 20 دقيقة. ومن بعد؟ بعد دوك نجبدوها نجبدو جديدة. هذه اللي كانت واجده. برافو برافو برافو. وسوبو داريوها بال اسمه سكر غلاس. ونسخوها هنا بلي فيرميسال كولوري بلا جولي. بلا جولي باش يلصقوا. تخي بيان تخي بيان. نتمنى تعجبهم. شكرا شكرا. اذا برافو 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 يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون شكون؟ تعال تعال تعال. أروحي واسمك؟ أروى. أروى الجميلة. واش راكي لابسة أروى؟ قرفطان هذا؟ لا لا جبة قسنطيني فرقاني؟ جبة فرقاني. برافو برافو برافو. واش حبيتي تحكي لنا أروى؟ أميرة الثلج. ها؟ أميرة الثلج. هيا تفضلي. كانت أميرة الثلج تنحي الأزهار وتلعب وماتت أمها وكانت تبكي على أمها وأبيها تزوج مع أبيها تزوج مع أب شريرة عند أبناء أتنان أن قالوا لها نظفي ونظفت حالة بعد قالوا لهم كان عرس كان أمير جميل راحوا هذوك لشا قالوا لها عونينا عونها عونتهم وهي بقت في الظل وسقطت الحالة بعد كانت تبكي بعد جت واحد الساحرة قالتها يا أميرة وراحت لعرسه وتزوجت. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ شكون؟ تعال تعال اروح تعال تعال اقعد. واسمك وليدي؟ اسماعيل.
اسماعيل، وين تكون اسماعيل؟ عين بنيان. عين بنيان، احكي لنا النكتة تاعك. واحد نهار واحد الولد هاي تتعا ماماها قالت عروش روح شري لي اللوبيا، هو ما يعرفش. من بعد هو راح، ومن بعد قال له عمو اعطيني بنيه، هو عطى له دبزه. برافو برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يحكيها لنا؟ تعالي تعالي، اروحي اروحي اروحي، اقعدي. واسمك؟ صابرينا. وين تسكني صابرينا؟ في كاليتوس. كاليتوس، شحال في عمرك؟ أربعة؟ خمسة؟ كاتخون. كاتخون، مش أربعة، كاتخون. كاتخون هي أربعة. معليش، احكي لنا النكتة تاعك أنت. واش حبيتي تقولي لنا؟ تحبي الأطفال هادو؟ تحبيهم؟ قولي لهم نحبكم؟ نحبكم. أنتم ثاني تحبوها؟ برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. برافو. إذن يا أطفال، الملعب من زجاج، اللاعبين 12 والحكام 3. سبتوا الجواب على اللغز ولا لا؟ لا. تعال اروح اروح اروح. واسمك؟ نجيب. نجيب، وش هو الجواب نجيب؟ ساعة. الساعة، برافو، شاطر 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 نجيب. إذن الملعب من زجاج، اللاعبين 12 والحكام 3 الرقص. يا أخي، إذن الجواب كان الساعة. أعطيني الهدية تاع نجيب. تعال نجيب ولدي، تعال تعال. إذن عمو يزيد يهدي لك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس، وكذلك سيدي من حق الطفولة في 22 أغنية، وكذلك نبولات. تفضل تفضل ولدي، تفضل تفضل. إذن باش تشاركوا في حصة مع عمو يزيد لازم تسجلوا على موقع الانترنت. بصح باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد لازم تجمعوا 5 قسيمات من علب حليب رامي وتبعتوهم على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف سطاولي، الجزائر العاصمة. واليوم معنا نسرين بن سعيد اللي بعثت لنا القسيمات واخترناها باش تكون معنا اليوم في عيد ميلادها. إذن احنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا الجاتو تاع نسرين. تعالي نسرين بنتي 7 سنوات، فوالا يلا تغنوا كامل معنا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة
برافو 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 برافو. إذا عمو يزيد اشعل لك الشمعة سيرين. فوالا أروى أي منا أروى أرواحي منا بنتي. فوالا إذا سيرين نديروا العد التنازلي. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. فوالا برافو 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 برافو. إذا سيرين مبروك عليك بنتي. أعطيني الهدية تاع سيرين. إذا سيرين عندك شهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف جميل كما هذا. وأنتم كذلك يا أطفال كامل رايحين غير تخرجوا منها تسيبوا الشهادات نتاعكم في انتظاركم مع هدية من عند عمو يزيد. وكذلك راعي البرنامج بنتي يهدي لك هدية هي عبارة عن تابلت إن شاء الله تستفادي بها. إذا مبروك عليك، تصفيق عليها تصفيق عليها. برافو 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 بنتي. إذا مبروك عليك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. يلا لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.